السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. جايك بموضوع خص الليبيين بصفه عامه، شبابها وشيابها، زيزها ونسائها واطفالها، لان كلنا نقدر نوصل الفكره لبعضنا، سواء اذا كان وين شيابنا الكبار الناس اللي اقل منا، ونقدر نفهموا صغارنا، خوتنا، ولاد شارعنا، اي فئه من ولاد الصغار اللي تم تنزرع فيهم شيء اسمه العنصريه، اللي تم حتى بالبصاره يقول انت شن مدينتك ولا انت شن قبيلتك. هو موضوع الاختلاف اللي خلانا نتجه لأشياء غريبة، نرفع السلاح لبعضنا ونطلع نقدر نسبه في بعضنا في الواقع اللي تمر به البلاد بسبب الاختلاف اللي صاير. مهما يكون اختلافنا في المدن، في القرى، في القبيلة، في الأصل، اللي توا حاليا تم يفكروا حتى في لون البشرة، اللي تم يقرروا إذا كان ليبي ولا لا. كلنا تحت بلاد اسمها ليبيا، تبي من يدفعها؟ تبي من يشيلها لبر الأمان؟ ليش ما كلنا نسيبوا الاختلاف اللي صاير ونحن ندفع بها الأمام؟ نحن اللي نشيلوها للمستقبل، نحن اللي نرقوا بها للأفضل بسواعد شبابها وبرجالها. سواء إذا كنت فرد عسكري أو جندي في الجيش أو في الداخلية، أو إذا كنت دكتور، أو إذا كنت مهندس، أو إذا كنت حتى تاجر، اختلاف الرأي خلانا نرفع سلاح لبعضنا. ليش بنحطوا سلاح جرب نرفعوا ايدينا كلنا ونحطوها مع بعضهم ونمروا نحن ليبيين صف واحد؟ ما يجيناش حد من برا يحاول نحل مشاكلنا، نحن نحل مشاكلنا. خلوا شعارنا ليبيا تجمعنا. بارك الله فيكم، وان شاء الله تكون مفهوم كلامي وصل، ومنورين وربي يحفظكم. تحياتي.